الآن بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 24 توت الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس إغراريوس الراهب، وبتحتفل كمان باستشهاد القديس كودراتس الرسول. القديس كودراتس الرسول اصلا يوناني الاصل، ولكنه من السبعين رسول. تستغربوا وتقولوا ازاي هو وسط السبعين رسول كان في جنسيات تانية غير يهوديه؟ ايوه كان في. ربنا يسوع المسيح كان عينه على عمل الخلاص للعالم كله، وكان في تدبيره ان الرسل دول وان كانوا هيبداوا الكرازه جوه اورشليم واليهوديه والسامره، لكن ايضا الى اقصى الارض. فربنا يسوع المسيح كان عايز يحط شخصيات كمان تستطيع انها تكرز في العالم باللغه بتاعته، من ضمنهم القديس كودراتس الرسول. هو اصلا من اتينا ومن فلاسفه اتينا كمان، يعني الفلاسفه بتوع اتينا دول ناس كانوا على قدر من العلم والثقافة والحكمة عالي جدا. تقول لي إيه اللي جابوا بقى اليهودية؟ إيه اللي جابوا أورشليم؟ أقول لكم لأن في الوقت ده حصل حاجتين. أولا، حركة التجارة اللي كانت بين الشرق والغرب كانت لابد أنهم يعدوا على منطقة اليهودية، فكانت بيبتدوا يسمعوا أن في شخص اسمه يسوع بيعمل معجزات، وربنا يسوع المسيح في الثلاث سنين وشوية اللي كان بيخدم فيهم كل المنطقة اليهودية ومنطقة الجليل كانت بتتكلم عن السيد المسيح. كمان اليهود اللي كانوا من أصل يهودي بس هم بقى أمميين، اللي هم بيسموهم اليهود اليونانيين أو اليهود اللي في الشتات، كانوا بيرجعوا لبلادهم يحكوا تعالوا شوفوا حاصل إيه عندنا في أورشليم. لو تفتكروا القديس تيتوس الرسول، قلت لكم قبل كده إن خاله حاكم كريت وبعته علشان يسمع ويعرف، وقلت لكم قبل كده كمان ان احد الحكام وقتها بعت كمان حد يسمع عن المسيح. من ضمن الناس اللي سمعوا بقى عن القديس كودراتوس ده في أتينا وراح اليهوديه وسمع عن المسيح، والربنا يسوع المسيح اختاره من السبعين رسول. واختاره من السبعين رسول دي رؤيه مهمه جدا تدبيريه. هو وقتها أحد الفلاسفة الكبار اللي كان الفلسفة اليونانية وقتها ابتدت تشعر بشوية أسئلة ملهاش إجابة. قبل منها بشوية كانت قدروا أنهم يطلعوا فوق جبال أوليمب. جبال أوليمب دي أعلى قمة جبال، وكانوا الفلسفة اليونانية هومرس وهيزيود اللي كانوا بيتكلموا عن مجتمع الآلهة كانوا بيصوروا مجتمع فوق الجبل ده، والآلهة دي آلهة مجتمع كبير ويبعت إله صغير للأرض ويتحكم في الأرض بصورة معينة، مجتمع للآلهة فوق الجبال. لما طلعوا فوق جبال أوليمب ما لقوش الإله ده، نزلوا قالوا إيه؟ الإله مجهول. عشان كده بولس الرسول لما راح أتينا لقى مسبح مكتوب عليه الإله المجهول، فقال لهم الإله اللي انتوا بتجهلوه أنا جاي أكلمكم عنه. راح القديس كودراتس بقى للسيد المسيح وآمن بيه ومشي وراه، وربنا يسوع المسيح اختاره من وسط الالاف. اوعى تظنوا ان السبعين رسول دول هم الوحيدين اللي مشوا ورا المسيح فاختارهم. ربنا قال لستم انتم الذين اخترتموني بل انا الذي اخترتكم. فهو اختار كل واحد لانه كان يكشف ويعرف من هذا الشخص وكيف يمكنه ان يخدم فيما بعد. قديس كودراتوس من السبعين رسول اللي السيد المسيح اعطاهم سلطان على الشيطان وهو موجود، وأعطاهم موهبة شفاء المرضى وموهبة إخراج الشياطين، وأرسلهم إلى كل مدينة وقرى كان مذمع أن يذهب إليها زي ما قال القديس ماري لوقا، وأوصاهم وصايا الرسل وقال لهم الإرسالية بتاعة الرسل اللي قال لهم اذهبوا ما تحملوش لكم كيس ولا مزود ولا عصا في الطريق، ولما في الآخر قالوا له قال لهم حينما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزتكم شيء؟ إذا اختبروا الحياة. ويقولوا كمان إنهم كانوا حينما رجعوا الرسل حدثوه بما فعلوا
إذن كانت العلاقة شخصية جدا بين السبعين رسول وبين السيد المسيح، حتى أنهم لما كانوا بيرجعوا من خدمتهم كانوا بيعرضوا على المسيح الخدمة، وكان المسيح بيقول لهم الملاحظات بتاعتهم، وكان يقول لهم إزاي يخدموا. إذن هذا الرسول تتلمذ مباشرة كخادم تحت إيد ربنا يسوع المسيح. بعد حلول الروح القدس بشر في حتة، بشر جوه الأول اليهودية زي ما انتوا عارفين، وبعد كده بشر في اليونان في مدينة اسمها المغنسية، ودي مدينة يونانية أفلاطون كان بيقول عنها أنها المدينة المثالية أو المدينة الفاضلة. بشر فيها الأول، وبعدين راح بشر في أتينا، وفي أتينا اضطهدوه وجرجروه بره البلد، وقعدوا يعذبوه، طرحوه في النار ورجموه ونال إكليل الشهادة، لكنه بشر بالإنجيل، بشر بالمسيح. دايما وإحنا بنتكلم عن الرسل أول شيء يجي في ذهننا إن هم اللي وصلوا لنا البشارة. قلت لكم قبل كده إن كلمة إنجيل معناها بشارة، إف أنجيليوم معناها بشارة، ومش أي بشارة، كلمة إنجيل تعني بشارة مفرحة، وكانت تقال للشعب اللي منتظر الملك يجي، فقبل ما يجي الملك يقول لهم افرحوا الملك جه، فافرحوا الملك جه، الكلمة أنجيليوم بقى. الإنجيل بشارة مفرحة، بشارة بإيه؟ بشارة خلاصية، زي ما الملاك قال للرعاة ها أنا أبشركم بفرح، إيه ده؟ ولد لكم اليوم مخلص. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور، خلاص الإنسانية اللي كانت مستعبدة للخطية يجي الإنجيل ويقول افرح المسيح جه يخلصك. عشان كده الإنجيل كان هو قدرة حياتية دائمة في حياة الكنيسة يوميا للخلاص. تقول لي مجرد ورق وحبر قدرة حياتية؟ أقول لكم لا، الإنجيل مش ورق وحبر، الإنجيل مش مجرد ورق وحبر، الكلام الذي أقول لكم هو روح وحياة، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. تلك الكلمات ليست هي حروف، ولكن الحرف والكلمة والجملة تحمل معنى خرج من فم السيد المسيح نفسه، ووعود وقوة وإمكانية تحقق في حياة الشخص المسيحي وتحقق بالكنيسة فعليا. لما يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده كلام؟ ليه ما بقاش كلام؟ لأنه خرج من فم ربنا يسوع المسيح الذي حينما تكلم تم الفعل وخلق العالم، به خلق العالم، به خلق العالم السماء والأرض. يقول مريم يوحنا كل شيء به كان وبغير لم يكن شيء مما كان، به كان. ترجع سفر التكوين، ازاي تم الكون؟ الله رأى، تدبير، رؤية، ثم قال فكان. قال فكان هو لاهوت المسيح. عشان كده حينما يقول ربنا يسوع المسيح ها أنا معكم، ليست كلمة ولكنها قدرة فعلية، هو ده الإنجيل. عشان كده قدرة حياتية حاضرة يوميا تحقق بفعل ربنا يسوع المسيح وبعمل الروح القدس، يأخذ مما لي ويخبركم. المسيح قال عن روح القدس كده. عشان كده الإنجيل ما هبطش من السماء، البشارة مش كلمات نزلت بالوحي، لا ده أقوى. تقول لي إيه الأقوى؟ مش لو كانت نزلت من السماء كانت تبقى أقوى؟ أقول لك لا، هو أنهين أقوى؟ كلمة، كلمة ورد تسمع ويخبر عنها، ولا شخص حاضر فعليا يقول بقدرته أنه قادر أن يخلص ويخلص ثم يرسل يقول ها أنا معك لأخلص؟ أنهين أقوى، حضور الشخص ولا إرسال الكلمة؟ الإنجيل هو حضور ربنا يسوع المسيح. عشان كده بابا أثناسيوس يتكلم على الإنجيل ويقول هو أنفاس الله، وجوده معانا. عشان كده
بولس الرسول يتكلم يقول إنجيل مجد المسيح. ولما ماري بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، سيد المسيح قال له طباك يا بطرس لحما ودما لم يعلن لك هذا. دي مش مجرد كلام، مش مجرد فكرة. عشان كده ماري يوحنا قال ما كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون إذ أمنتم حياة باسمه. ثلاث أفعال: الكتابة الإنجيل، الإيمان الحياة، وده الإنجيل. إنجيل في إيدينا، إيمان جوانا يتحول إلى حياة. عشان كده كان الإنجيل هو موضوع الكرازة، وكان المسيح هو موضوع الإنجيل. كان الإنجيل هو موضوع الكرازة، نبشركم بمخلص. وكان المسيح هو موضوع الإنجيل، حينما تنفتح عينيك لتسمع وترى، ينفتح قلبك لترى. عشان كده تلميذي عمواس لما المسيح قابلهم وهم رايحين كانوا سايبين أورشليم، قالوا حاجة غريبة جدا، قالوا أليست كانت قلوبنا ملتهبة فينا ونحن نسمع؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ إيه ده؟ إيه اللي خلى قلبك ملتهب؟ في حاجة حصلة. ولما قعد وياهم وكسر الخبز وداهم انفتحت عينيهم شافوه. قديس إيرينيوس القرن نهاية الثاني وبداية الثالث، هو استشهد سنة 202، يقول إن رب الأشياء كلها قد أولى رسله سلطة التبشير بالإنجيل، ونحن بهم قد عرفنا الحقيقة، أي تعليم ابن الله. وهذا الإنجيل نادى به الرسل أولا في مواعظهم، ثم نقلوا إلينا بأمر من الله في كتب، لكي يكون الإنجيل أساس إيماننا وعموده. الأول قالوه شفويا، وبعدين بأمر من المسيح نفسه اكتب ده وانقله، فكان الإنجيل مكتوبا. سفر أعمال الرسل يقول لنا كده إن الكنيسة كانت ثلاث حاجات مهمة: تعليم الإنجيل، صلاة وإفخارستية، كانوا يتناولوا دايما إفخارستية، شركة. وهي دي الكنيسة. الكنيسة ثلاث محاور كبيرة: تعليم الإنجيل، وصية المسيح، والأسرار الكنسية، الصلاة والأسرار الكنسية، وحياتنا مع بعض وحياتنا في العالم والشركة. عشان كده يقول سفر أعمال، يقول فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. كل يوم فاحصين الكتب، لأن الكنيسة كانت فاهمة كويس قوي الجملة اللي قالها ربنا في سفر تثنية، وأكدها المسيح في لما كان بيجرب من إبليس: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. للأسف للأسف بيوتنا ما بقاش فيها الإنجيل لكن فيها خبز. نحن نطلب الخبز ولا نطلب الإنجيل، فصارت البيوت مادية لأن فيها خبز فقط وليست روحية، وصارت قلوبنا أيضا بلا روح لأننا لم نطلب الكلمة. بينما هو قال قدسهم في حقك، كلامك هو حق، يقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وبولس الرسول يقول كل كتاب موحى به من الله نافع للتقويم والتأديب الذي في البر. الإنجيل اللي بشروا به الرسل إنجيل معرفة الحياة نفسها. بولس الرسول يقول الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم، دون أن تكون لك شركة مع كلمة الكتاب المقدس من يبنيك إن لم تكن تبنيك كلمته؟ وما الكلمات إيه اللي تبنيك؟ يقول لتلميذ تيموثاوس أنك منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك للخلاص، تحكمك، تحط ليك رؤية محددة للخلاص. ويقول المزمور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.
ويقول ماري بطرس مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما بل بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويقول عندنا الكلمة النبوية هي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما لسراج المنير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع الكوكب الصبح. يعني إيه بقى؟ عندنا النبوات لما تدرسها يطلع النهار اللي هو إيه النهار ده؟ اللي هو المسيح، وينفجر في الظلمة بتاعتنا فنرى المسيح. عشان كده هو إنجيل معرفة، الذي لا يدرس كتاب مقدس كيف يعرف الله؟ تضلون إذ لا تعرفون الكتب. ويقول كده ربنا هلك شعبي من عدم المعرفة. هو أيضا إنجيل القديسين، لا يوجد قديس لم يكن الإنجيل هو عنصر مهم في حياته، حتى إن الأباء قالوا كده أن أي قديس يترك الإنجيل يسقط من قداسته. تقول إزاي؟ أقول لكم أنبا موسى الإسود قال كده أن كلمات الكتاب المقدس تخلصك من النجاسة للدرجة دي. طبعا حينما تسمع صوته في داخلك وتستجيب لي تتحول الكلمة في داخلك إلى فعل، إلى حياة، فتصير كلمات الإنجيل مش مجرد كلمات، وصية حقيقة، فعل حقيقي. عشان كده تلاقوا مثلا واحد زي أنبا إبراهام كان يقرأ الإنجيل كله عهد قديم وجديد كل 40 يوم، واحد زي أنبا بشوي كان يقرأ كل يوم سفر، والقديس أنبا بسنتقوس كان يقرأ كل يوم سفر، وكتير من الأنبياء كان ينزلوا يكلموه عن السفر بتاعهم. كلمة الله حية، يعني مش مجرد كلام، شيء فعل حي فعال أمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح، وميزة أفكار القلب ونياته. ده يقول بولس الرسول كده، ويقول مستنير عيون أذهانكم، ذهنك لما تفتح لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى ميراثه في القديسين وما هو عظم قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. مين اللي أخذ ده؟ اللي فتح عينيه، واللي فتح عينيه وأخذ الكلمة جوه منه بقى قديس. عشان كده الروح يفحص كل شيء، بس هيتكلم ازاي وانت قافل كتاب مقدس؟ هو انجيل الشهداء. انت متخيل ان الشهداء دول راحوا قدموا حياتهم ليه؟ لانهم امنوا بالانجيل، امنوا بالمسيح، امنوا بالخلاص، امنوا بالصليب، امنوا بالقيامه، امنوا بالابديه. عرفوا الكلام ده منين؟ ما ده الانجيل. ولما امنوا بالكلام ده وسمعوه وقال لهم من اراد ان يتبعني ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، قالوا له احنا امننا بالكلام ده، احنا وراك، احنا معاك. لما قروا الانجيل وقال لهم حبه الحنطه ان لم تموت تبقى وحدها، قالوا نحن حنطه نقدم حياتنا، زي ما قال ماري اغناطيوس، قال اني اريد ان اقدم نفسي خبزه على المذبح، انا ذبيحه، اريد ان اقدم ذاتي للوحوش. عشان كده انجيل الشهداء هو انجيل النساك، هؤلاء الذين قرأوا الإنجيل وأمنوا به حياتهم كلها اتغيرت. أنبا أنطونيوس دخل الكنيسة سمع إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل أملاكك واتبعني، قال الكلام ده بتاعي. إيه اللي خلاه بتاعك؟ قال لي إني أنا حاس ده ليا أنا. يا عزيزي اليوم إن لم تقرأ الكتاب المقدس وتشعر أن تلك الكلمات لك على مستوى خاص، يصير الكتاب المقدس غريبا عنك. لما قال له المسيح اتبعني أنت لماري متى، دي كلمة بتاعتي أنا، قام وتابعه. ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم كل من ترك يأخذ. هؤلاء الذين تركوا لأنهم عارفوا من الإنجيل أنهم يأخذوا ميراث أعلى. عشان كده بولس الرسول خسرت كل الأشياء أنا أحسبها نفاية، ده ما كانش كلام مجرد رسول، لكن كل الذين خسروا كل الأشياء لأجل المسيح أخذوا أيضا. في الإنجيل قدموا المسيح زي ما قلت لكم، الرسل قدموا الإنجيل وبالإنجيل قدموا المسيح، وكان المسيح هو سر خلاص العالم كله. لم يجتمع العالم على عظمة شخص مثلما اجتمع على شخص ربنا يسوع المسيح،
بملحدين وبقى بمفكرين وبناس موافقة ومش موافقة، بديانات بأفكار. ربنا يسوع المسيح حتى الذين لم يؤمنوا بي كإله يعظموا. ده منين؟ هو في سر يقول كده، يقول كل الناس اللي قروا كتاب مقدس في حاجة غريبة، في شيء بيجذبهم نحو شخصية ربنا يسوع المسيح. قد يمسك الشيطان عيونهم كلا يروه إله، جايز، لكن لا يمكنهم أبدا إلا أن ينحنوا إجلالا لربنا يسوع المسيح. هذه هي كرازة الرسل. العالم كله تغير بالمسيح، تغير بالإنجيل. قسطنطين لما آمن بالمسيح بقى شكله إيه؟ كل الأباطرة اللي قبل منه ناس شرسة. قسطنطين هو الذي لغى عقوبة الصلب ولغى العبودية من روما لأنه مسيحي. نابليون كلمتكم عنه كتير وقلتكم قد إنه كان شخص يعني لا مسيحي ولا وملحد، ولما جيت يتوج إمبراطور أخذ التاج من إيد البطرك حطه على رأسه لأنه مش مؤمن، ولما جي مصر هنا قال لهم وانت فاكرين المسيحي ولا يعني مش مسيحي يعني، واتنفى لجزيرة سانت هيلانا هو والقوات بتوع الجيش بتوعه. ويقال انه في الجزيرة دي ابتدى يقرأ كتاب مقدس ويدرس الديانات كلها، ويقولوا انه ابتدى يتكلم عن المسيح، لكن كان معاه القوات بتوعه كانوا ملحدين. ومرة سأل صديق لي منفي معاه اسمه انتلون يقول له كده، هو انك تقرأ كثيرا عن المسيح، من هو المسيح؟ معرفش يجاوب. وبعدين كان معاه صديق كان قائد الجيوش بتاعته اسمه بيرتران، يقول بيرتران ده كده يقول له مولاي إني لا أدرك كيف رجل عظيم مثلك يؤمن بأن الخالق الأعظم يستطيع أن يظهر للبشر في صورة جسمية، يأكل يشرب، له عينان، له أذنان، له فم. قل المسيح ذكي، إنسان ذكي يعني، قل أنه أطهر قلب، قل أنه أعظم رجل، قل أنه شخص يثير الإعجاب، لكن لا تقل لي إنه إلهاً. ده قائد الجيوش. إنه تسلط على الناس مثل الإسكندر والقيصر ومثلك، يعني قائد مجتمع، ولكن ليس إلهاً لأنه بشر. رد على نابليون قال له كده، قال له روح المسيح تلقي في قلبي خوفاً غير مدرك، فإنه منذ ولادته وحياته بعمق حكمته في إنجيله مملكته الروحية المنتشرة في العالم كله سر لا يمكن لأحد أن يدركه. يعني إيه ده؟ في أسرار غريبة أوي فوق البشر. إنه ليس بشراً، إنه لم يستعر شيئاً من علومنا، يعني لا تعلم فلسفة وقف يتكلم بيها ولا تكلم بطرق بشرية، ولم يأخذ من تصرفاتنا الحمقاء، ما نزلش لمستوى البشرية، لم يكن فيلسوفا يقعد كده على كرسي الفلسفة ويعلم زي سقراط وأفلاطون، ولكنه كان قادرا دائما على فعل معجزات، أثر في كل الذين حوله. لقد فتشت في كل التواريخ وكل الديانات لم أجد أحد يشبهه. قرأت الإنجيل فلا أرى في كتب التاريخ كلها ولا كتب الإنسانية مثله. وكلما أقرأ في الإنجيل يزداد إيماني بأنه شيء يفوق العقل. ما أسعد الذين يؤمنوا بالإنجيل وما أتعس الذين لم يستطيعوا أن يؤمنوا. تقول أنه مثلنا، نحن ملكنا ملكنا بحروب وانتهينا بانقلابات، أما هو ملك بالحب والسلام وبصليب وبقيامة. هو استطاع بقوة غير مدركة أن يحمي كنيسة تؤمن به 1800 سنة، ده وقت نابليون يعني، بأي قوة. ما أعظم الفرق بين شقاء العظيم أنا كقائد بشري وبين ملك المسيح الأبدي. انظر إنه إلى الآن لا يزال ملكاً محبوباً تسمع كلماته ويطاع. إنه ملك عظيم، هل يمكن لبشر أن يكون هذا؟ إنه إله.
وقال له: أيها الجنرال، إنك لم تؤمن بالمسيح إله الكون تكون قد أخطأت، وأكون أنا أخطأت قبلا إني جعلت قائد لجيوشي، لأنني الآن أدرك أنك لا تفهم شيء. يعني أنا بقى وقتها أبقى أنا أصلا غلطت إن حطيتك الجيوش، وإنت اللي بوظت لي الدنيا، يعني لأنك ما عندكش مخ تفهم. يعني جان جاك روسو يقول كده: إني تصفحت كتب الفلسفة ولم يأخذني كتابا مثل الإنجيل. روسو ما كانش مؤمن. واحد تاني اسمه ستراوس، عالم مشهور، وكان ينكر إن في حاجة اسمها معجزات ولا وحي، ولا ينكر إن في حاجة فوق الطبيعة الإنسانية. قال كده، قال: كما كلما قرأت في الإنجيل أشعر أن الإنسانية بلا دين وبدون المسيح تكون بلا معنى، فهو المسيح يبقى النموذج الأكمل المطلق للإنسانية، ولا سبيل للحصول على التقوى دون حضوره في القلب. استحال حد يبقى كويس إلا إذا كان المسيح حل فيه. في عالم اسمه جون ستيوارت ميل، ده عالم اقتصاد مشهور، يقول: لو أمكن النقد العقلي أن يجردنا من كل حقيقة، لا يمكن أبداً أن ينزع منا حقيقة وحيدة، وهي أن المسيح هو إله. في فيلسوف اسمه سبينوزا يقول: المسيح هو الهيكل الذي أعلن نفسه الله فيه كاملاً. رينان فيلسوف ملحد كانش مؤمن بالمسيح، قال كده: لا شك أن المسيحية تجعل الشعوب متحضرة. خلي بالكم، الذي يؤمن بالمسيح يتحضر، لا شك. ده رينان، مش إحنا اللي بنقول الكلام ده، واحد ملحد يعني. أن المسيحية تجعل الشعوب متحضرة، وكل من يقبل إيمان المسيح ويحيا به يتهذب وأخلاقه تختلف. فلنحافظ على المسيحية في العالم من أجل سمو العالم. هو ملحد لكن بيقول: أرجوكم خلوا المسيحية موجودة، لأن وجود المسيح في العالم ووجود الإنجيل هو سر حضارة العالم الجديد. دي الكرازة ودي المسيحية. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبدان.